اختي احنا 3 بنات، اختي دي هي الوسطانية، اختي الكبيرة متجوزة في القاهرة عايشة بجوزها وولادها، وانا بشتغل ومعايا بيتي وعيالي. هي اللي كانت قاعدة في البيت، هي اللي كانت بتخدم ابوها وفاتها، هي اللي كانت شايلة البيت بتصرف على البيت وبتساعد معاها، تطلع وتروح. امي تعبانة عندها السكر والضغط، محدش غيرها كان بيوديها. ادي صورة اختي، ذنبها ايه تموت؟ ايه اللي موتها؟ شوفوا صورتها، عايزة كل الناس تشوف صورتها. شوف يا زيزي، شوف صورة اختي، مش هعتبرها بنتك، هاتلي بقى حقها. ماتت ليه؟ ماتت غدر، ماتت بطعنة واحدة، موتها بطعنة واحدة، ليه يعمل فيها كده؟ ادي الصورة، عايزة الناس كلها تشوفها. ما كانش رايح يسرق ولا يعمل أي حاجة. حاجتها ما كانش لابسة دهب كتير، ما كانش لابسة غير حلق وخاتم والساعة، دهبها الباقي هنا في البيت، والصيدلية ما فيهاش حاجة مسروقة. الدكتور اللي فيها قال كل حاجة فيها، الفلوس موجودة زي ما هي، والصيدلية دي ما بتبيعش مخدرات، يعني ولا هو مدمن ولا رايح يشتري برشام مخدر، ده دكتور صيدلي. هاتولنا حق بنتنا، أختي أنا عايزة حقها. شوفوا ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل في البلد، ايه اللي جرى لنا يا ناس؟ اختي تموت ليه بطعنة واحدة؟ طعنة موتتها بزرعها، عارف ان المكان ده بيموت، رايح يغدر بيها ويموتها، رايح يغدر لصيدليات المسيحيين بس، الصفرة ديها وحديها، كانت قاعدة وحديها، محدش معاها، محدش حماها، طعنة واحدة موتتها. رحنا جينا اختي بجثها عندها، ايه عملت؟ شابة ما تهنتش بالدنيا. شايفه مين المسؤول يا ماما؟ الامن، الامن هو اللي جاب حق اختي، هو المسؤول. الاخوان كتروا في البلد، ده كذا مره كذا مظاهره، قريب العمده ده، قريب اللي في السجن محمد العمده، خاله ولا عمه ما اعرفش قالوا ايه، وده دكتور صيدلي، ازاي واخد دكتور صيدلي كده؟ ازاي شهاده؟ واخد شهاده صيدله، واخد شهاده دكتور ويموت الناس؟ مفيش رحمه. ذنبها يا امها واخواتها تتقتل. شوف امها عامله ايه، منظرها عليها، شايله التراب والطين كله، هنجيبها من فين تاني؟ اختي تموت ليه؟ ذنبها ايه؟ عملت ايه؟ غلبانه رايحه من البيت للشغل، من الشغل للبيت وتخدم فينا، عملت ايه بس عشان تموت؟ ايه اللي حصل معاها؟ ايه اللي حصل؟ واحد اتصل بيا بالتليفون قال لي بنتك متعوره في المستشفى، فروحت المستشفى لقيتها متوفيه، فالناس قالوا لي شهود عيان، قالوا لي دي مضروبه في سكينه، واللي دخل ركب عربية ومشى في خلال دقيقتين، ما تمش نفسية. لا مش متخلف عقليا، ده كامل عقليته، لاني راكب عربية فخمة. وبعد ما حصلت الحادثة اخذ العربية في طريق زراعي اسمها خريط، اكتر من 70 كيلو مشى بيها. هو في البداية جانا تلفون حوالي الساعة 6:30 المغرب، فقالوا اني بنتكم متعورة وكده في المستشفى، فطلعنا على المستشفى لقينا الشهيدة ان هي توفت، وقالوا ان هي مقتوله في سكينه في الحته دي بالظبط كده، ان هم في خلال ساعتين كانوا جابوا الكاني عليها والمتهم. وبعد كده بنسال عليه لقينا ان هو منتمي لعيله اخوانيه، هو ابن عم ابوه اللي هو محمد العمده اللي كان عضو مجلس الشعب سابقا، وليه كذا واحد في عيلته في السجن بتهم مختلفة يعني في السياسة وكده. وبعد كده بنسأل عليه، الطلب يقولوا هم ان هو مختل او في مرض عقلي، في مرض عقلي عنده، فبنسأل عليه لقينا ان هو دكتور صيدلي وشغال مندوب ادوية لشركة كبيرة، وطبعا الشركة الكبيرة دي ما بتاخدش اي حد، بتاخد الناس اللي هي بيتم عليها فحوصات كبيرة وبتكون مؤهلة ان هي تبقى في الموقع ده يعني. واحنا يعني عايزين نشوف ايه يعني ان هو الجنان ده ما بيطلعش الله على المسيحين بس او صيدلات المسيحين في نفس الوقت، وبنناشد برضو القضاء العادل بتاع مصر ان هو يعجل في المحاكمة بتاعته ويشوف الموضوع ايه، لان احنا مش كل ما تحصل جريمة يقولوا في حاجة في دماغك.